أعلن تحالف العزم النقاط الخمس التي تبناها في برنامجه واتفقت عليها أطراف التحالف، وهي حق عودة النازحين إلى مناطقهم وحل ملف المغيبين وإعادة إعمار المناطق المحررة ومعالجة إشكاليات المحكومين ظلما، وخامسها معالجة الملف الأمني في المناطق التي يمثلها تحالف العزم. خمسة نقاط تم تبنيها من تحالف العزم والإصرار عليها، وهي أولاً حق عودة النازحين إلى مناطقهم وبيوتهم من دون قيد أو شرط ضمن سقف زمني محدد، حل جذري لملف المغيبين ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وجبر ضرر ضحاياها، إعادة أعمار المناطق المحررة من خلال الموازنة الاتحادية وليس اعتماداً على المنح والقروض الدولية كما هو حاصل الآن، معالجة عادلة لإشكالية آلاف المحكومين الذين تم الحكم عليهم بناءً على اعترافات مزيفة انتزعت بالإكراه والتعذيب، أن تتم معالجة الملف الأمني في المناطق التي يمثلها تحالف العزم من خلال دعامتين أساسيتين، الأمن المحلي الذي يعتمد على أبناء هذه المناطق وقوات نظامية مهنية عمادها التوازن الذي اشترطه الدستور.